الإمام مالك رحمة الله عليه حكمته أمه، هزاته وجابته من دارها ودخلته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صغير. قالت له يا بني هاك تشوف الشيخ هذاك اللي راه في القرنية هذيك؟ قالت له روح اقعد عنده. وقالت له كي تقعد عنده، اسمعوا مليح، قالت اذهب إلى عبد الرحمن ربيعة الرأي، اذهب إليه واجلس في حلقته، شوف اسمع مليح، قالت له وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. دي من تربيته، هز منه التربية، هز منه الأخلاق، ومن بعد تعلم العلم الشرعي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نوه بهذا الجانب فقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أقرب إنسان، واحد يقول أقرب هو قائم الليل وصائم النهار والقارئ القرآن والملتزم بالمسجد، قال أحاسنكم أخلاقا، هذا أقرب شخص إلى رسول الله مجلسا من رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الله، مر النبي في المدينة ذبح شاة العشوة ولا، قال لهم صدقتوا؟ قالوا صدقناه. قال ما فعلتم بجارنا اليهودي؟ سبحان الله العلي العظيم. جارنا اليهودي واش درتوا معاه في الشاة اللي ذبحناها؟ يقصد واش يعني تفكرته وعطيته له حقه ولا ما عطيته لهش؟ ولهذا كاين من الناس، كاين من الناس تأثروا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، شافوا أخلاقه، شافوا أدابه، شافوا تربيته، والله العظيم أعلنوا عن إسلامهم. ولو كان نرجع شوية إلى الوراء، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بالما قال ربي اقرأ، لما كان شابا في مكة الرسول ما كانش الناس تعيط له محمد صلى الله عليه وسلم. هو كبر في مكة وعند ناسها ولا شاب 20 و25 سنة، والله غير كانت قريش تناديه بالصادق الأمين. وما جربوا عليه كذبا. اخترت طلع الجبل الصفا، شفتوا الصفا والمروة، هذاك الصفا كان جبل، طلع يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني كلاب، يا بني، تلمت الناس لما جمعهم قال لهم الرسول ورا هذا الجبل هذا ورا هذا الواد كاين فرسان وكاين جيش الان راح يهجم عليكم. ها شوف اش قال، شوف هذا نحوس عليه، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، ما عرفناكش بلي انت انسان كذاب، ما عرفناكش، ماشي بضاعتك. ثم قالوا ما جربتم علي كذبا، اذا انا رسول الله بين يدي الساعه، ارسلني الله بشيرا ونذيرا. ثم عم قابله قال له يا محمد ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. قال الله تبت يدا أبي لهب وتب. الأخلاق،